هنستنى زمانكم بس دقيقة واحد وأربعين من أربعين. يوسف، ازيك يا يوسف؟ عايز ايه يا يوسف؟ تعالى. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ انت دخلت معانا قبل كده يا يوسف؟ ايه؟ دخلت معانا قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا، دخلت كتير قبل كده. لا، جاوبت معانا؟ ماشي بس مش النهارده. ماشي، خليك معايا بقى عشان تجاوب على أول سؤال. فتحت الكتاب؟ التدريبات، عايزين التدريبات يا أولاد. استنى أما أجيبها لكم، صحيح أنا نسينا نجيبها. أول ما هنخش هيقوم حد مشخبط، هنلحق نقفل عليه بس معلش شخبط. هو على فكرة أنا المفروض أفتح لكم، بس أنا لو فتحت هتشخبطوا عليه. المفروض أفتح عشان يوسف هو اللي يحل، فمحدش يشخبط. ولا أقول لكم ولا مش فاتح؟ خليكوا أحسن. قول اللي جاب وأنا هكتب أنا. طيب يلا يا أولاد، كده 65 واحد. طيب تعالى نشوف عندنا يوسف، قول لي أول واحدة، اقرأ كده يا يوسف. صنع الإنسان المصري قديما ملابسه من الصوف. كده واضحة؟ طيب قول لي بقى، صنع الصوف ملابسه من ايه؟ القطن ولا الصوف ايه ولا كتان؟ الصوف. لا 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 لا، انت شكلك كنت نايم. الحرير. ولا الحرير، هيصنع حرير ايه؟ هو لسه ما عملش حاجه. من الكتان. صنع ملابسه من ايه؟ من الكتان. الانسان المصري القديم صنع ملابسه من ايه يا يوسف؟ من الكتان. من الكتان، تعال نشد خط تحت الكتان. طيب اللي بعده عايزين مين؟ تعال نشوف حد من رفع دي. هو معلش انا فتح الفيديو بقالي فتره، فهشوف حد من الاسماء. تمام؟ ده مين؟ مش عارف. الباني، انت بتقول الباني. هو تعالى، ده مين؟ عبد الرحمن ولا مين؟ قفل على نفسه يا مستر. هو رفع ايده باين ايه؟ بيهزر معانا. انا بشوف حد بس من الاسماء يا ولاد. في لينا محمد. إيه على الهضبة. هو احنا لسه قلنا حاجة، اقرأي الأول. عاش الإنسان المصري القديم في بداية حياة فوق الهضبة. ممتازة، شكرا. اقفلي بقى على نفسك. شوف غير. آسر، عايزين نشوف اسم. أنا ما في حد مش رافع إيده. تعال دينا. ايه؟ دينا مش رافع ايديها تقريبا، لسه بتلعب. هنا هنجيب بس الناس اللي مش رافع ايديها ولاد كمان، عشان انا حاسس ان هم اصلا فاتحين وسايبين الموبايل في جنب، مش عايزين يخشوا معانا. على فكره انا فاتحه الموبايل. فاتحه الموبايل، ماشي. قولي لي بقى دي مين فيهم، عشان انا فتحت على الناس كتير. دينا ولا لينا ولا مين؟ انا هنا. هنا، ازيك يا هنا، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى يا هنا، بدا الاستقرار مصر القديم وولائه لمكانه بعد معرفه ايه؟ بعد معرفه الاستقرار، بعد ما عرفنا ايه استقرينا، يعني بعد ما عرف لما عرفنا ايه؟ الزراعه. ايوه قولي. الزراعه، شكرا. اقفلي بقى على نفسك. الاجابه الزراعه. طيب اللي بعده، ماذا يحدث اذا لم، خد بالك، اذا لم، ماذا يحدث اذا لم، لو ما حصلش. ثواني اياد بس نجيب من الناس اللي مش رافعه ايديها ده عشان نشوف هم شغالين ولا مش شغالين. محمد سليمان اصلا قافل ده، انت افتح بقى جاوب. ندخل مستر محمد معانا يا ولاد، ده طلع مستر محمد، بس المشكله ان هو قافل المايك اصلا مش هيخش. محمد
محمد عبد الرؤوف. اللي انا فتحت عليه يخش فيروز. انا فتحت الوقت على ناس مش ما كانش رافع ايديها، فاللي يخش منهم يقول. نشوف بقى الناس اللي رافع ايديها. عايزين حد ما جبناهوش قبل كده. اياد جه. ليلي. ليلي كريس، انت جيت قبل كده كريس؟ ليلي. ماذا كان يحدث اذا لم يعرف الانسان الكتابة؟ لم يسجل احداثه واخباره. ممتازة. لم يسجل احداثه ايه واخباره. لم سواء نكتب انا بقى احداثه. ليلي فور ان صح. رد على مستر محمد يا ليلي. اخر الباقي جربت. طيب اللي بعده عايزين حد كمان. عايزين حد. استنى اكبر الشاشه دي. مين؟ نوراي انت رافع ايدك بجيبك معانا وما بترديش. ترد بقى. ها وقف. ها تقريبا ماما غصبت عليك. صح. قولي لي بقى ماذا يحدث اذا لم يعرف الانسان الزراعه؟ لو الانسان ما عرفش الزراعه احنا شوفي احنا لما عرفنا الزراعه حصل ايه واكسيه. ها لما عرفنا الزراعه عرفنا ايه او اتعلمنا ايه منها؟ طب انت سامعاني؟ سامع. انت صوتك مش عالي. علي صوتك شويه. ايوه علي صوتك. ايه؟ ايوه مش سامع. بقول ايوه. ماشي قولي لي بقى ماذا يحدث اذا لم يعرف الانسان الزراعه؟ لو ما عرفناش الزراعه قولي لي الاول احنا لما عرفنا الزراعه اتعلمنا ايه؟ اي واحده فيهم؟ يعرف الانسان الكتابه. ايوه قولي صح صح. لم يعرف الانسان الاستقرار. اللي بيغششك بيغششك صح. بتغش صح؟ بتغش في حد بيقول لك. ايوه شفتك خلاص. ماشي. لم يعرف الانسان الاستقرار. ممتاز. شكرا يا نوراي. بتقولي ايه على صوت؟ ايه؟ كنت بقول لم يعرف الانسان الكتابة. لم يعرف الانسان ايه؟ قصدي يعرف الانسان الكتابة. لم يعرف الانسان الكتابة؟ لا الزراعة دي حاجة والكتابة حاجة تانية. احنا اتعلمنا ان الزراعة الاستقرار وبناء المساكن والمسؤولية والولاء والانتماء. لو انت قلت لي اي واحدة من دول ماشي. اللي هو لم يعرف الانسان الاستقرار، لم يعرف الانسان الولاء، لم يعرف الانسان الانتماء، لم يعرف الانسان المسؤوليه. ماشي؟ يبقى احسن واحده فيهم مين؟ لم يعرف الانسان الاستقرار. تمام؟ ماشي يا نوراي؟ خلاص انا بقى مكتبها يا اولاد. طيب يبقى هنا لم يعرف الانسان الاستقرار. هنشوف اللي بعد كده مين؟ سواء لما ماذا يحدث اذا ده احنا لما كبرنا الدنيا باظت. تعال نكبر حته بس عشان اظبطها تاني ناخد سكرين شوت وبعدين ايه نشيلها. مين اللي رافع ايده ده؟ حاضر هجيبك ثواني. طيب تعال نجيب اللي بعده بقى يا اولاد. همسح ده بس عشان ما يجيش معانا. بما تفسر بقى. بما تفسر. كبرها شوية ظبط الأمر. نشوف الناس. بما تفسر مين هيقول معانا؟ ده مين زياد؟ تعالى. زياد صح؟ زياد هاني. قول لي يا زيزو. اقرا السؤال. بما تفسر بناء المصري القديم المساكن بعد نزوله الى وادي النيل. بناء المساكن لتكوين اسره وعائله. ليه برضه؟ المساكن نفسها ليه؟ انت بتعمل ايه في البيت؟
بتعمل ايه في البيت يا زياد؟ بتضحك عليك او بتضحك مع حد بيهزر معاها باين. شايفك شايفك ها للاقامه. قول يا مستر محمد بيغششك اهو. قول له يا مستر مستر محمد بيقول لك للاقامه فيها. قول تاني بقى للاقامه فيها. ليه للاقامه فيها؟ تاني تاني مش سامع. للاقامه فيها كمان مره. للاقامه فيها بما تفصل. كريس شفتك يا كريس وهتطلع للناس. انت عمال تعمل الحاجات اللي انت بتعملها ده تطلع. يبقى بنى مصر القديم مساكن بعد نزول الوادي ليه؟ قول تاني يا زياد. انا جاوبت للاقامه فيه. ماشي حفظتها كده خلاص. وتكون اسره صح بس الاول الاقامه فيها. ماشي شكرا يا زيزو. يبقى الإقامة فيها وتكوين الأسرة. خلينا في بس الأهم واحدة فيهم يا ولاد الإقامة فيها. طيب تعال نشوف اللي بعد. مين اللي هيقول دي خلاف بس بس كان ايه اقفل على نفسك بقى يا زيزو. انت لسه عندي اقفل لك انا. مين كريس؟ لا اللي انت بتعمله ده مش هجيبك. احمد ممدوح بص يعني خلاص هيطلع لنا من الشاشه. مصطفى محترم يا مصطفى والله. بس انت جيت قبل كده مصطفى. فريده طلعت قبل كده. اياد طلع. ده طلع. انا بحاول اجيب. ما طلعتش مصطفى ما جاش. انا جبتك في الاول ما سالتك. ما تسالش. ماشي تعالى يا مصطفى. ثواني ما اشيل الحاجات دي. ماشي. هي مش ظاهره قدام كنت. ماشي. قول لي كان الزراعه اهميه كبيره في حياه مصر القديم. ليه؟ مصطفى لا علي صوتك يا مصطفى. يوسف بص يوسف هلال هيجي يعني مش عايز اقول لك عايز يعمل ايه. هيطلع لنا من قلب الكاميرا داخل بدماغه في قلب الكاميرا. قول لي يا مصطفى. تبدلت حياه. تبدلت حياته وعمل ايه يعني؟ علي صوتك يا مصطفى. كنت تبدلت حياته. ماشي تبدلت حياته ليه بقى؟ مصطفى انا مش سامع عندك خالص. الصوت عندك واطي جدا. طب تعالى نجيب يوسف معاك كده يمكن يكون هو صوته عالي. المشكله عندي مين انا مش عارف. يوسف كان للزراعة أهمية كبيرة في حياة المصري القديم. لبني المساكن وبني قيرة ودول. ماشي وعملت ايه بقى؟ ما هو مصطفى كان بيجاوب صح. تبدلت حياة الإنسان لإيه؟ قولها أنت بقى يا يوسف. هي كانت الأول حياة الإنسان مستقرة ولا غير مستقرة؟ غير مستقر. بس يبقى الزراعه عملت ايه؟ خلت حياته مستقر الى الاستقرار. يبقى لانها بدلت حياه الانسان الاستقرار والحاجات اللي انت قلتها. تمام؟ ماشي؟ ماشي. شكرا يا يوسف. شكرا يا مصطفى. انا عارف انت كنت بتجاوب صح بس انا مش سامع بعدها ايه فما سمعتش اللي انت قلته. طيب تعال نجيب تعال نكتبها بس الاول. لانها بدلت حياه طيب تعالى نشوف اللي بعده. مين اللي هيجاوب؟ كان في حد بيعيط هنا دلوقتي. عمر عمر قلوب وعياط وحاجات كتير كده. تعالى قول لي يا عمر أهمية اكتشاف النار. يا عمر طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. جميل طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. شكرا. أنا شايف حد بيكتب اللي أنا هجيبه أهو عشان إيه عاجبني بصراحة. والحاجات اللي احنا بنعملها بيكتب فيها. فريده ما تعيطيش يا فريده. ده بتعيط ولا بتضحكي؟ تعلم ده ايه؟ اهميه اكتشاف النار. استخدمها.
طيب آخر سؤال، حد لسه فاتح معانا؟ نخش نقفل على الكل. مين ده؟ مين راح فين؟ زياد، زياد هاني. اه شايفك يا زياد، انت عمال تكتب، عاجبني انا الموضوع ده قوي. ممتاز يا زياد، شاطر. تعال نشوف حد تاني بقى ما رفعش ايده ولا ايه؟ عايزين حد؟ لا ما رفعش ايده ليه؟ نجيب حد من اللي عندنا في الفيديو هنا. اباني انت بتتكلم ولا رافع ايدك؟ اباني هيني شايف، بص شايفينك، 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 بتتكلم ولا رافع ايدك؟ تعال بتتكلم ولا رافع ايدك؟ لا رافع ايدي. رافع ايدك، انت كنت بتتكلم، انت بتنصب. قول قبل ما تنام، قول لن يكون فيه استقرار. ممتاز، كانت حياته غير مستقرة، كانت غير مستقرة حياته. اللي انت قلته صح برضو، غير مستقرة. شكرا. طيب اظن كده الدرس خلاص يعني مفهوم بالنسبة لكم، ذكرتوه حلتوا عليه. طيب حد مش فاهم حاجة؟ جودي عايزة حاجة؟ جودي تعال. ماشي قولي يا جودي. ساعتها عشان انا جودي، احنا عارفين نتكلم احنا الاثنين يجي ربع ساعه لوحدنا يا جودي. ماشي ما جاوبتي كل ده؟ ما جاوبتيش خالص خالص. ماشي طب يا جودي ايه؟ لا استنى استنى استنى، انا عايز. لا لا مش هستنى، لا بسرعه. ها كانوا بيجيبوا الحبوب الزراعيه منين؟ اللي كان جايبها فوق الهضبه، النباتات اللي كان بياكل منها فوق الهضبه كان بياخد منها البذور بتاعتها، وهو نازل اصلا من فوق الهضبة. تمام؟ لا لما كان بيحط البذور كان بيطلع لها، وبعدين لا طبعا احنا وقعنا بنحط البذور بتطلع لها على طول، بيقعدوا فتره، ما عشان كده هو قعد واستقر، عشان البذور اصلا بتحتاج فتره ان انت تعملها. مش هو بيقول لك النشاط البشري بتاع الزراعه ده ان هو محتاج ان انت تقعد جنبه؟ انت بتقعد جنبه ليه؟ عشان تسقي الارض وتستنى على بال ما يبدا النباتات دي تكبر، ولما تكبر يطلع المسك ممكن فيها مشكله ان هي فيها حشائش او حاجات ضاره فبيشيلها، يستنى لما يجمع المحصول كده. انت محتاج تقعد في حاجه اسمها عمليات جنبها. ماشي قولي لي بقى يا جودي، بما تفسر نزول الانسان من الهضبه للوادي؟ لعدم وجود امطار فوق الهضبه. ممتاز، جميل، شاطر. هتاخد عليها بدرجه كامله، بسبب جفاف الهضبه او عدم وجود امطار على مين؟ على الهضبه. بسبب جفاف الهضبه او عدم وجود امطار على الهضبه. طيب في حد مش فاهم حاجه في الدرس؟ لارا، ازيك يا لارا؟ عامله ايه؟ جيت متاخر باين يا لارا، انا لسه شايف الفيديو بتاعك حالا، بس انا شايف اسمك جوه. زياد بيقول لا، في حد عايز، في عنده مشكله في حاجه؟ في حد عنده مشكله في حاجه؟ لا؟ طب خلاص تمام، إيه هبعت لكم الامتحان حالا، الامتحان اللي هو هيبقى امتحان عادي. ماشي يا ادم، عايز حاجه يا ادم؟ على ادمودو؟ لا الامتحان على البتاع عادي. على ايه؟ على الواتس، ابعت لكم على الواتس حالا. ثواني بس اشوف ادم عايز ايه. حاضر يا ادم، شايفك والله هجيبك، مش شايف. حاضر. ادهم انا رافع بقالي سنه. ايه؟ انا رافع ايدي بقالي سنه عشان اجاوب. تعالى يا ادهم قول لي، ما النتائج المترتبه على معرفه الزراعه؟ النتائج المرتبه على معرفه الزراعه استقر الانسان في مكان واحد. بس رجلك عشان شايفيني. ثواني يا ادهم. جودي نزلي رجلك عشان شايفينك. طيب قول لي بقى، قول لي يا ادهم تاني. استقر في مكان واحد. تمام، تعلم الاستقرار، وتعلم حاجه تانيه معاها ولا لا؟ مش عارف. المسؤوليه والولاء والانتماء. ماشي ماشي ماشي، بس انت اللي انت قلتها خدت الدرجه بتاعتها كامله. يلا يا حبيبي. ماشي ماشي. في حد عايز حاجة؟ عمر، ايه يا عمر؟ عمر بص رفع ايده يعني خلاص هنجيب السقف. اوعى تقول لي ان انا مثلا انا شفت اسمك قبل كده وسالتك. قول يا عمر. ها عايز ايه؟ هو ازاي كان بياكل اللحمة نية؟ هو مش فاهم حاجة. هو كل انت اخوك الصغير في البيت، لو عندك اخوات صغيرين او قرايبك صغيرين
هتلاقيه ماشي على الارض اي حاجه قدامه بيخطف بقه، تفرق معاه هو مش فاهم. طالما الانسان زمان كان ما كانش فاهم اصلا هو بيعمل ايه، فحيوان قدامه هياكل هو عايز يعيش. انت خد بالك انت لما هتكبر هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. انت لو انت موجود في مكان ومفيش قدامك غير كده هتاكله. يعني انا شخصيا لو موجود في مكان فيه صح ما هو انت يا تموت يا تاكل الحاجه نايم، هاكلها نايم. تمام؟ مفيش اختيار. لا اموت احسن. ايه؟ اموت احسن. والله كل واحد اختياره بقى. بعد الشر عليك يا حبيبي. ماشي. خالد بيضحك عليه بقى. جودي احنا اتكلمنا كتير جدا النهارده، خلاص كده يا اولاد الف شكر. الامتحان هبعته لكم على البتاع، مع السلامه. ستوب شيرنج. انا ما سيفتش، ماشي هنجيبها من دول.